السلام عليكم خويا. حنا كنتواجدوا في تابعين المكزات من سوريا. واخا خويا قول لي، تقدر تقول لنا شنو طرى اليوم في هذا الدوار هذا؟ تماس كهربائي يا خويا، بحكم الشبكه ديال الكهرباء المتداخله في هذا كل سنة كويت، قدر الله ما شاء فعل. هاد الناس خصنا نفكروا لهم اليوم قبل غدا انهم يسكنوا. انت غادي نسكنوا هذا بني عشوائي؟ البناء العشوائي راه كيكون مبني، هذا ماشي بناء عشوائي. هادو الناس مدرقين، هاد الناس راه مدرقين وكيقولوا راه حنا ساكنين. راه هادشي راه نمشيو دابا نصلحوا هادشي، ولكن الى متى؟ الى متى غادي نبقاو هادشي نصلحوا في هادشي؟ الى متى؟ كاين 50 قطار اليوم، قبل غدا خصهم يتحولوا هاد الناس يمشيو لهاديك 50 قطار. وهذاك اللي كيقول لنا ار اس ريزيرف استراتيجيك يجي هو يسكن غير نص النهار في هاد البلاصه، يجي يسكن غير نص النهار والله ما يقدر. زائد انه حتى الوقايه المدنيه ما عندناش هنايا، ما عندناش الوقايه المدنيه. اذا الى متى هاد الناس غادي كنشوفوا دابا كنشوفوا النفسيه، غير النفسيه ديال هاد الناس كي دايره، كيفاش غادي يعيشوا هاد الناس في هاد المشوار؟ قول لي بالنسبه للوقايه المدنيه ما كاينش شي مركز ديالهم هنا؟ ما عندناش مركز في المنصوريه، ما عندناش مركز. طالبنا فيه ما من مره كنقول لهم خصنا مركز ديال الوقايه المدنيه هنايا، ما كاينش. لولا تجند الشباب، واحد دابا في السبيطار كثرت انه تخنق راه في السبيطار. الدراري الله يجازيهم بخير تجندوا، كانوا رجال باش طفاو هذه العافيه. هذا مجهود شخصي، هذا ديال مجهود جبار ديال الشباب ديال الدوار. واخا المشكل ديال الماء راه ما عندكمش حتى الماء قريب هنا، كيفاش درتوا لهذا الماء وكيفاش درتوا؟ ما كان كانوا السهارج كيستعملوهم ذاك الفوق، خدينا منهم. وكان سميتو الروبينيات حدا الديور اللي كاينين حدا، وداروا الشباب داروا واحد السلسله، شي طالع الفوق شي كيعطيهم. والحمد لله كنت اتصلت به المحطه ديال البنزين، خدينا منهم هذوك الطفايات العافيه. الطفايات العافيه هما اللي خلاونا نتحكموا نسبيا في العافيه بفضل الله سبحانه وتعالى. وجاء الشباب هو اللي خلى المهم الاضرار شويه، ثلاثه ديال المنازل. ولكن الحاله النفسيه ديال هاد الناس احنا ممكن نصلحوا لهم هاد الشيء، ممكن نصلحوا، ولكن الحاله النفسيه ديال السكان كيفاش؟ الحل النهائي خاص الحل الجذري. وشكرا. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو غادي نقول لك؟ هذه فاجعة كتضرب ساكنة مكزاز، نقدر نقول لك لأول مرة، فهمت؟ يعني بالنسبة للضوء، ونقدر نقول لك السبب الضوء، تخيل اللي كيشمل مكزاز كامل، يعني ماشي كل دار عندها الضوء ديالها، إلا تقطع في الدار هذه، يعني غادي تحبس. وإلا كانوا يعقلوا الناس ديال مكزاز، كنطفى علينا الضوء 3 أيام هذه، صبات غير واحد الشيوة، الشيوة صغيرة، هو تقطع الضوء. ملي دوينا معاهم عيطنا عليهم ما كيردوش علينا، قالوا لنا حنايا لا خارج الخدمة، ولا حنايا لا ما مكلفينش بهذاك لازون، وباقي عندي لابيل، أنا اللي عيطت عليهم، فهمتي؟ يعني ما كايناش الخدمة ديال السلطة. والحمد لله أن الشباب اللي كيعايروهم هنا وكيقول لهم كيتكيفوه وكيريحوا في الزنقة وكيجيو البوليس يجريو عليهم، هما اللي نقضوا هاد الناس من الموت. انا كنقولها من الموت، حيت براريك ملاصقين، حيت كون شعلات العافيه بقات غاده ما غاداش تشد كلشي، غاتشد في كلشي يا خويا، ما غاتحبسش. الحمد لله كنشكروا الناس، فهمتي انا بقى في الحال. علاش؟ حيت ملي كتصوني على الناس كتقول لهم الو فلان راه شعل العافيه، شكون الناس هادو؟ باش عيط على البوليس كيصاحبوك كضحك، واش حنا كنضحكوا في هذا الشيء؟ يعني الا كنت غادي نضحكوا بشي حاجه جي دير معايا الاجراءات. شحال ديال الوقت باش جات السياره ديال الاسعاف؟ سالينا حنا ساعه سالينا طفينا كل شيء، الماء، اي واحد فوق، تضافر جهود الدراري. تضافرت العافيه هذا جاو؟ تضافرت العافيه جاو. شحال ديال الوقت تقريبا؟ ساعه اخويا، نقول لك ساعه والزياده. عاد جاو، وملي جاو بداو كيغوتوا علينا، حيدوا ما حيدوا. سالينا حنا رجال المطافي كيجي كيبدا يدير لي كيكب بالماء، علاش؟ على الحيط بحيث سخون. قلنا له خويا حنا راه سالينا، فهمتش؟ يعني داك اللوجيست اللي غادي ديرو شحال ديرو قبل، فهمتش؟ يعني بنادم باغي يهاجر اخو الزين على قبل هادشي، اما راه بلادنا راه زينه، فهمتش؟ يعني فاش كتعيط عليهم باش يجيو تم ويطفيو هاد الازمه هادي اللي دابا راه شردوا عائلات، فهمتش؟ دابا راه عائلات شردوا. والحمد لله دابا من هاد المنبر كنطلب التعويضات
لهاد الناس هادو وانا ما كرهتش يعاودوا شو الدراري اللي عاونوهم. دابا كون تحرك شي واحد ولا شي تمشي قالوا لنا تخنق شي واحد في الدراري داو السبيطار. تخنق واحد الدري الله يجازيه بخير سمي منها فهمتيني من ساكنه مكزاز. اش غادي نقول لك انا ما كرهتش انهم يتابعوه يبقاو معاه في السبيطار فهمتيني. انا ما كرهتش تعويضات الناس, انا بغيت الناس تعوض هاد الدراري اللي انت هضره جسيمه فهمتي يعني ماشي غادي تكذبني انا ولا غادي تكذب شي واحد انت هضره راه اللي كتشوفو بزاف. ايوا خويا انا من هاد المنبر انا كنقول ما مشي الرئيس الجماعه والجهات المختصه ان بلادنا خاصو يحيد لينا فهمتي. ما عندهاش معنى انك تبني في الجوار ديال المقزار. دابا هما اش كيديروا واحد السياسه لهجه الجماعه, هي جماعه فهمتي على كيخدم البراني ديال انهم كيخدموا البلاد. صراحه هما ما كيخدموش ولاد البلاد, كيخدموا البراني. انا ما كرهتش ان الاذاعه, انا راك تشوف ان الاذاعات كيجيو هنا كيبداو يصوروا جمال المنصوريه مهرجان وهذا, ولكن الساكنه هي الساكنه اللي طلعات مزوق من برا كيف حالك من الداخل. هادشي اللي كاين اخويا الزين, يعني حنا اللي صوتنا على هاد الناس, يعني حنا اللي صوتنا على ديك السيد ولا هذه وهذه. يعني اخويا الزين اش غادي نقول لك, ما كيتهلاوش الساكنه ديالهم. الهدف ديالهم ربح مادي, كاين تهميش وكاين الهدف ديالهم ربح مادي. يعني حتى الخدام اللي باش يخدموا ولاد البلاد كيخدموا براني. انا خويا كنعاود ناكد, انا كنشكر ولاد البلاد اللي وقفوا لي ساندوا هاد الناس هادو, ان الاضرار ما اللي غتقول الموقف وما تفشاش الكارثه.